سنة 2023 سالات بالتمام والكمال ودازوا فيها بزاف الأحداث، كاين الزوينة وكاين الخايبة. بحال الزوينة، يدخل المغرب لهذه السنة أكثر من 12 مليون سائح أجنبي، وهذو هما مخلفات كأس العالم 2022. والحاجة الخايبة هو زلزال الحوز اللي قتل آلاف الأشخاص وكانت لحظات محزنة. وحنا في هذا الفيديو غنطلعوا صاعات الموسيقى المغربية وأشنو كونسوم الشعب، ونعرفوا التوجه ديال المغاربة في الموسيقى فين غادي. وهذه الحلقة دارتها لسبب واحد وهو مقنع أو مقنع بزاف، اللي هو يضرك في جيبك وحتى في عقلك. باش تعرف اشنا هو وتشوف الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تزقل حتى شي حاجه. وفي الاخر ديال هذه الحلقه غنقول لكم اشنا هو اللي غيكون مقنع لكل شاب مغربي او شخص مغربي يقيم في هذا البلد. نبداو نشوفوا اكثر اغاني استماع سنه 2023، بدايه في الرتبه 20 لصالح دينستينك فيتشينج ريك جي في تراك تفينا. حضرت البروجي في 16 ماي وكانت كولوباراسيون بين المغرب والبانيا، تبادل الثقافات ومزيج الالحان. كان عنده دور كبير في الاحساس او الموسيقى توصل اكبر فئه. عدد المشاهدات في التيتر حوالي 30 مليون مشاهده. وفي الرتبه 20 غيجينا البنج تراك كوسوري. من ديما عودنا زكريا على الالحان والموسيقى، شبعانه فايب تخليك تحس بانه كاين الموتيفاسيون في التراكات ديالو. ضرب هذا البروجي حوالي 31 مليون مشاهده. وفي الرتبه 19 كاين تراك شوافات. هو فيوتشينغ اللي كيجمع لينا ما بين كوزان وموكسي وحسني. اغنيه لقات عدد كبير من الاعجابات، حوالي 152 الف لايك. اما بالنسبه لكوزان وموكسي، غناو وما راباوش واخا هما محسوبين على الكاتيجوري تاع الراب. ضرب لحد الان هاد التيتر حوالي 31 مليون مشاهده. في الرتبه 18 غتكون لصالح الرضوان بتراك ديروا النيه. ارتيست اللي غنى هنا ماشي الرضوان انما ديزيدروس، وبعد الدراري من الوينرز اللي كتبوا الكلمات تاع هذه الاغنيه. تشارت هذه الموسيقى بزاف عند الجماهير المغربيه اللي كانت كتسمع في التريبيل تاع المونديال. وهنا جات الفكره باش الرضوان يخدم عليها كبرودوسر وميكسيها مزيان، وكان احسن اختيار يخدمها مع عمر السهيلي اللي عنده مع الكره وكيفهم في الكره. وفي الرتبه 17 لصالح نعمان سليماني اغنيه اجيني. أغنية ضاربة على يوتيوب حوالي 34 مليون مشاهدة. بالنسبة للتقصير ديال المنعم كان فوق أنستري ديال قناوة، وبان داك الاختلاف الموسيقي اللي كنا معودين عليه في الموسيقى المغربية. وفي الرتبة 16 غتكون لصالح كرافات بروجي غبرتي عليا. أغنية رومانتيك لدرجة اللحن ثقيل وبريتم يخليك تفهم كل حرف من الجملة. ضربة تيتر على يوتيوب حوالي 36 مليون مشاهدة. وفي الرتبة 15 لصالح مهدي الفاضلي أغنية مريش. الدرج الصوت ديالو مشابه تماما لسعد المجرد، وكل شيء كيتوقع منه مستقبل كبير في الموسيقى المغربية. بالنسبة للمريش راه ضاربة على يوتيوب حوالي 40 مليون مشاهدة بمساعدة العديد من الصفحات في الفيسبوك على بعد 6 أشهر من الإصدار ديالها. في الرتبة 14 هند الزايدي واجهني. هاد الأغنية تحطات في 18 ماي وكانت مشات مزيان في ستوريات انستغرام، وبحال التصرفات كيعاود الديسك باش يطلع. وضارب هاد البروجي على يوتيوب حوالي 43 مليون مشاهدة. وفي 30 جوان غيجينا واحد من أساطير الراب المغربي مسلم بتراك رمادي. وكانوا أحلامي وساطوا في قدامي. مسلم من احسن الرابرز اللي بسمو التاريخ في المغرب، ولا انا ولا انت يمكن لينا نكرو اشنو دا في الراب المغربي. ضرب تراك رمادي في يوتيوب حوالي 48 مليون مشاهده. وفي الرتبه 10 غتكون لصالح الي جراندي طوطو فيوتشينغ نيرو. مرسوال بزاف كانت الكوب الاولى لصالح النيرو اللي طلق الفيلينغ ديالو في التيتر اللي خلى البيبليك يبارطاجي البلان. وحتى الي جراندي طوطو قصر مزيان في التراك، وهذا الشيء هو اللي غيعطينا 40 مليون مشاهده وراه كيطلع على ال 50. كيعجبني الحال نشوف المورسو ديال الراب ضارب الفيوز، كنعرف ديك الساعه باللي كاين البيبليك وغادي وكيكبر. ورتبه 9 كانت لصالح النازا فيتشينغ ديستينك. مورسو زوين، وحتى من الكولوبوراسيون اللي كانت بيناتهم كتعطي صوره زوينه على الموسيقى المغربيه. وقلت الموسيقى المغربيه حيت ديستينك ما كيديرش الراب وكيدير الموسيقى، باش تكونوا فاهمين هذا النقط. وفي الرتبه 8 غتكون لصالح كوسا مورسو لوف.
هاد الاغنيه ديال كوزا كانت مديوره غير ستوريات، حيت تقدر تسمعها في ستوري كيتعنبوا بها الدراري حتى ما تسمعها في محل او طوموبيل متلوقه بهاد الموسيقى تصلح تسمعها وانت مخبي. انا راه ما كنقولش راه خايبه ولكن راه زوينه، غير هو ماشي ديال الزنقه. وراه ضارب هاد البروجي على يوتيوب حوالي 51 مليون مشاهده، وهذا هو اكبر دليل بان الموسيقى ديال كوزا كتكون صومه ولكن مخبيه. وروش بسبعه كتكون صراحه نجم المغرب والعرب هو سعد المجرد، اغنيه اش اخبارك. اش اخبارك لاباس عليك ويا الحبيبه. هاد الاغنية تحطات في شهر 4 من العام الماضي وكان دار ليها برومو قبل ما يحطها، وكلشي كان كيتسنى سعد اشنو غادي يحط، لانه في ديك الفترة يلا خرج من السجن وقع ليه كيما وقع 69 هنخرج، وحطها من ريكورد في الانستغرام في اللايف. راه حط اغنية طلعت طوندون سوغ بلاس وضرب التيتر حد الان على يوتيوب حوالي 53 مليون مشاهدة. وفي الرتبة 6 غتكون لصالح ديستينك فيوتشينغ ام اش تي في تراك قلبي تك تك بحال شي مكانة. كلشي كيسمي هاد المورسو تيك تيك لانه سميتو تيك تيك اصلا، وراه مشى مزيان في تيك توك. شفت القافيه كي دايره، حطمت ارقام قياسيه في المشاهده. بالنسبه للارتيست ديالنا ديستينك خدم مزيان سنه 2023 وفاز بجائزه فنان السنه، جاب ستيل جديد ولحن واعر في الموسيقى المغربيه، وضرب هاد المورسو على يوتيوب حوالي 54 مليون مشاهده. ورتبه 6 غتكون لصالح الديو بين زهير البهاوي وهند الزايدي في اغنيه فولو. انت في بالي نهار ليلي. زهير بهاوي قدر يبصم سميتو في الموسيقى العربيه بكل نجاح واعتزاز، لانه حط دي بروجي واعرين في الباسي، وحتى هو ضرب طريق طويله باش يذوق طعم النجاح ويستاهل هادشي اللي وصل ليه. وضرب التيتر في يوتيوب حوالي 61 مليون مشاهده. وفي الرتبه 5 لصالح محاكا فيتشينك ديستينك تراكي خطا تي ماشي بحالهم انتيا. تراك واعر وزوين بزاف خصوصا في الغوفران ديالو اللي مشى فيرال في كاع لي باش الموسيقى. سميت الاغنيه ضربه قاضيه وهاد الجمله ولا كلشي كيعاودها. وفي الرتبه 4 غتفرحني انا حيت فيها تراك ديال الراب يلا الدراري، راه عندكم 10 ثواني تعرفوا شكون اللي عرف يكتب السميه في لي كومونتير. من بعد ما عرفتوا شكون انا غنقول لكم الرتبه لصالح مين، لصالح ديزي دروس بتراك مع العشران. بروجي عارف في الكليب ديالو وحتى من الريمات اللي حط خدم تكنيك واعر في التقصير. والدراري اللي خدموا لي الكليب هما كيخدموا في السينما وما كيخدموش الكليب ديال الراب، وداكشي علاش طلع الكليب بداك النيفو. وبالنسبه عدد المشاهدات اللي ضارب حوالي 67 مليون مشاهده وراه يستحقها مقارنه بالابداع اللي فيه. بحال هذا المورسو كيزيد بالنيفو تاع الراب المغربي ويخلي البراني يشوف لينا نظره واعره، بحيث الموسيقى او الكره هي احسن وسيله فين تقدر دير اشهار لبلادك، لانه جميع الشعوب في العالم يقدروا يفهموك ويحسوا بك. والرتبه الثالثه غتكون لصالح ايوب العنباوي باغنيه ابالي يا بالا. كان واحد سطر في الديسك قاس قلوب جميع الشباب المغربي اللي هو هاد السنة الإيطالي. جميع الناس باغا تحرك لبرا ويصوفيو الحالة ويبدلوا الوضعية الحسن. مسألة الحريق غتبقى متعلقة في دهون الشباب المغربي إلى الأبد، حيت النجاة عندنا حنا هو تمشي لبرا وتجيب حديدة مليحة، ديك الساعة كتسمى راك نجحتي. وحاجة أخرى وعامل مهم اللي هو البلاد ما قدرش تلبي جميع متطلبات الشباب المغربي. والرتبة الثانية غتكون لصالح لارتيست بمورسو زرزور. ضرب حتى طلويل خارج في نصاص الليل. اغنيه مشات فيرال في كاع لي باج اللي كانت واحد الجمله مشهوره كتعاود في كاع لي ريل تاع تيك توك اللي فيها البرتوش. زاني انا لارتيست عاجل الموضوع بطريقه اكثر جراه وانحياديه، يقدر يجيهم فاس ومتخباش من مورا السطور. ضرب هذا المورسو على يوتيوب حوالي 79 مليون مشاهده. وفي الرتبه الاولى غتكون لصالح نجم العرب والمغرب سعد المجرد باغنيه قولي متى. ضرب هذا البروجي على يوتيوب حوالي 260 مليون مشاهده. المجرد كيجي حتى للاخر ديال العام وكيحط لهم اغنيه واحده كتجمع الفيوز ديال 10 رابر عربي. عنده شعبيه كبيره في المغرب وجميع الدول العربيه وكذلك في الخليج. باش تكون متفق لواحد النقطه، سعد المجرد فنان كبير ونجم مغربي او عربي يستاهل اي شهره عنده وكيمثل المغرب احسن صوره. اي مهرجان كيديره في اي دوله في العالم كيهز الترابو ديال المغرب، وهذاك هو اكبر اشهار للبلاد ديالنا. والهدف الاساس لهذه الحلقه لان جميع هذه الموسيقى اللي كتبان لكم راه كتسمع في الصيف وكيطلعوا بها في المهرجانات ديالنا. وجميع هذه لي زارتيست اللي بانوا لكم في هذا الفيديو راه كلهم سنين في بي ام دي
كيتخلصوا من الفلوس ديالنا ومن الضريبه ديالنا حنايا، يعني كياكل الفلوس بحالهم بحال الوزراء. ما يمكنش انا الارتيست كحتى انا موسيقي انا وكيبقى ياكل من الفلوس ديالي. داكشي علاش بغيت نعرفوا التوجه ديال المغاربه ديال الموسيقى اللي كيكونسوميو تالين واصل. لان واحد الفنان اللي كيحط واحد الديسك مثلا حطوه في شهر 3 او شهر 4 وداك الديسك مشى مزيان بارطاجا، غيضرب به 4 فيستيفال او 5 في الصيف ويدخل به فلوس كحله. وهذا الشيء ما كنحسوش عليه انا، غير هو يكون مورس زوين اللي كيشرف المغرب وكيشرف الموسيقى المغربيه. وهذا الشيء واش بغينا نعرفوا بان الموسيقى المغربيه خاصها تكون زوينه والفلوس ديال الضريبه او بي ام ديه خاصهم يمشيو للفنان اللي كيستاهلها. ونتلاقاو في فيديو جديد.